تعالوا بقى نروح برضو لخبر تاني متصل الى حد كبير. ارسل الكابتن محمود الخطيب خطاب اعتذار الى باتريس ماتسيبي طبعا رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، بيعتذر من خلاله عن عدم حضوره المباراه النهائيه لكاس الامم الافريقيه اللي هي هتكون يوم 6 فبراير ان شاء الله في ياوندي. وجه الكابتن محمود الخطيب الشكر لرئيس الاتحاد على دعوته الكريمه اللي كان بيتمنى انه يلبيها لولا ارتباطه بموعد هام جدا مع الطبيب المعالج. كمان وجه الشكر لاعضاء الاتحاد الافريقي والقائمين عليه وتمنى لهم جميعا التوفيق والنجاح لخدمة الكرة الإفريقية.